المرحوم عبد الله النباري يعني نموذج استثنائي على غرار الدكتور احمد الخطيب والمرحوم سامي المنيس، كانوا يمثلون فكر ديمقراطي تقدمي، كانوا يمثلون جيل كتب الدستور وارسى دعائم الديمقراطيه في الكويت، كانوا يرنون ان الى تحقيق نظام برلماني لضمان استقرار الحاله السياسيه ما بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه. مهما تكلمنا عنهم وعن المرحوم عبد الله النيباري ما راح نوفيهم قدرهم وحقهم، لكن ان شاء الله احنا في العمل السياسي البرلماني ماشيين في نهجهم، ماشيين في تحقيق الاصلاحات السياسيه، ماشيين في تحقيق العداله للجميع. هذا كل اللي نقدر احنا نقوله واللي نقدر نقدمه لهم عرفان يعني في دورهم في التاريخ السياسي الكويتي. طبعا المرحوم عبد الله النيباري علاقتي معاه بدت يمكن بعد ما ترك العمل البرلماني. بعد ما ترك العمل البرلماني استمر في العمل السياسي. حتى اذكر انا كنت وقتها رئيس الجمعيه الكويتيه للدفاع عن المال العام، وتواصلنا معاه وصار في قابلناه كجمعيه، وللامانه يعني استفدنا منه الكثير ومن تجاربه الكثير في مكافحه الفساد ومحاربه الفساد والتصدي للفاسدين، واللي دفع من دمه ثمن سجل يعني اسمه في التاريخ الكويتي من ذهب في هذه القضية. أيضا عاصرته في مسألة ما بعد إبطال مجلس فبراير 2012، كان ثابت في مواقفه، متثبت في الدستور، متمسك في الثوابت الدستورية، ما كان يعني يتنازل عن الثوابت الدستورية وعن أي تراجع ديمقراطي، كان يدعو إلى التنمية الديمقراطية والتنمية السياسية. رحمة الله عليه كان رجل سياسي داخل البرلمان وخارج البرلمان.